شمابو وبرو وروحو قاديشو حاضلوه شريرو آمين. إخوتي الأحباء، مرات كتير لما نسمع كيف بالغرب بيهتموا بالحيوانات، بالكلاب والقطط وباقي الحيوانات والطيور، بيصير مرات عندنا نوع من الغضب إنه شوفوا بالغرب كيف بيهتموا بالحيوانات وحقوق الحيوانات وكل العناية اللي بيعطوها لهذه المخلوقات غير العاقلة، وشوفوا عنا كيف بيعاملوا الإنسان في الشرق. فبصير عنا نوع من الغضب على هذا الواقع. ولكن إذا فكرنا شوي أكثر بنفهم إنه بالغرب أولاً يحترمون حقوق الإنسان، وبعد احترام حقوق الإنسان تأتي حقوق الحيوانات، مش قبل حقوق الإنسان. أول شيء يعترفوا فيه بالغرب هو حقوق الإنسان، ومع تطور المجتمع وصلوا إلى أيضا احترام الخليقة التي خلقها الله، الطبيعة، ومن ضمنها الحيوانات. بالإنجيل الذي قرأناه، عندما كان في يوم سبت يسوع في المجمع واليهود أرادوا أن يشتكوا على المسيح، فسألوه السؤال: هل يحل الشفاء في السبوت؟ وكان في المجمع رجل يده يابسة. السيد المسيح دعا هذا الرجل وأقامه في الوسط وقال لليهود: من منكم إن كان له خروف واحد ووقع هذا في حفرة يوم السبت أفلا يمسكه ويقيمه من الحفرة؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ السيد المسيح ما كان متكل إنه اليهود عندهم احترام للخروف. هو بيعرف إنه الرجل اليهودي اللي عنده خروف واحد، وهذا الخروف قد يكون غالي بالنسبة له، مصدر رزق يمكن لإله، أكيد نهار السبت رح يقيمه من الحفرة. فليس حبا بالخروف حسب اليهودي، هل الله يهتم بالثيران أو بالخواريف أو بغيرها من الحيوانات؟ ولكن لأنه هذا الحيوان مصدر رزق لإله، فإذا بسبب حاجته لإله، بسبب يمكن طمعه، يهتم بهذا الخروف. فالسيد المسيح أقام هذا الإنسان في الوسط تيشوف هل هؤلاء سوف تكون لهم رحمة على هذا الإنسان. خلي يشوفوا كلهم ويشوفوا إيده اليابسة يوم السبت، هل سوف تشفق قلوبهم على هذا الإنسان؟ يشفقون ربما على خروف أو ينتفعون منه، بس هذا الإنسان يمكن ما له نفع، يمكن بالنسبة لهم خليه مثل ما هو الخروف من خلصه، بس هذا الإنسان لشو هو؟ شو بينفع المجتمع؟ فسكتوا ما أجابوا. السيد المسيح قال له: نعم، يحل فعل الخير في السبت. فإذا السيد المسيح يهمه هذا الإنسان. أكيد كان لعمل السيد المسيح رمزية أبعد. إذا نقرأ الإنجيل بتمعن نعرف أنه عندما أقامه في الوسط، وسط الهيكل، كان في التفكير اليهودي آنذاك يشير إلى وسط الفردوس، وفي وسط الفردوس مد آدم يده إلى الشجرة وأكل من الثمرة المحرمة فحرم من شجرة الحياة اللي كانت أيضاً في وسط الفردوس. فيسوع يقف في وسط المجمع ويدعو إليه هذا الإنسان صاحب اليد اليابسة ويقول له: مد يدك. فإذا في وسط المجمع يسوع هو الذي جاء ليعطي للإنسان هذه الإمكانية أن يمد يده ثانية ليقطف من شجرة الحياة وثمرتها يسوع المسيح نفسه، هو هذه الثمرة التي من يأكل منها يحيا إلى الأبد. فإذا في هذه الرمزية. ولكن على المستوى الأول، خلينا نرجع إلى المستوى الأول، اهتمام يسوع كان أيضا بهذا الإنسان الفريد. عندما قال: من منكم إذا له خروف واحد
يعني بيهمه هذا الخروف ولو كان واحدا. احنا منتذكر كيف السيد المسيح ايضا اعطى مثال اخر على راعي عنده 99 او 100 خروف وظل واحد، يترك 99 من اجل الواحد، له قيمه هذا الواحد، له قيمه في نظر الراعي، ويذهب ويطلبه عندما يشرد، يذهب ويطلبه ويبحث عنه. وتفرح مثل ما يقول السيد المسيح كل السماء بهذا الخروف الواحد. شوفوا قديش فرحت كل السماء، كل ملائكة السماء بهذا الواحد الذي عاد. مار يعقوب السروجي عندما يعلق على مثل الخروف الضال بيقول: إذا كنت أيها الإنسان مثل هذا الخروف الضال وابتعدت وشردت ولم تعد لك القدرة على العودة إلى الراعي، الراعي هو سوف يذهب إليك لأنك مميز بالنسبة له، هو سوف يأتي إليك، وحتى لو لم تعد فيك قوة لتقوم على رجليك لتعود إليه، هو سوف يمسكك، يقيمك كما أقام هذا الخروف، يضعك على منكبيه. بقول: هل هناك مربع أو مرتع أجمل من كتفي ذلك الراعي؟ رح يحطك على كتفيه، رح يعطيك رجليه لتسير بهما. وإذا كان صورتك قد تشوهت بالخطية، رح يوحد شكلك مع شكله، لأن رح تصيره بنفس الصورة بنفس المنظر. عندما يضعك على كتفيه رح تصيره بشكل واحد ويعود بك. شوفوا قديش هذا الإنسان الخاطئ الذي يبحث عنه الراعي قديش هو مهم في نظره. أكيد السيد المسيح يعرف، ويعرف السامعين أيضا، قصة ناثان وداود. عندما جاء النبي ناثان إلى داود وقال له بعد ما أخطأ داود خطيئته العظيمة، وخبره ناثان تلك الرواية عن غني وفقير. الغني عنده خراف وثيران وماعز وكل أنواع الماشية، والفقير عنده نعجة واحدة. قال له هذا الفقير كان عنده نعجة واحدة، بس هالواحدة كانت كتير مهمة لإله، كان يدللها، تأكل من صحنه، تنام معه بفراشه، وتعيش معه كل النهار، يطعميها هو. وفي أحد الأيام هذا الغني أراد أن يعمل وليمة لزائرين أتوا إليه، وما حب يأخذ من ماله، فبيروح ويتسلط على هذا الفقير ويأخذ منه بالقوة هذه النعجة وبيقدمها لزواره. طبعا داود صار انه ما بيصير، وهذه يجب ان يدفع ثمن فعلته. فقال له ناثان النبي: هذا انت الذي اخذ واقتصب هذه النعجة من الفقير، هو انت. المقصد انه هذه النعجة كان لها قيمة كبيرة في عيون هذا الانسان، نعجة واحدة. سيد المسيح من كان له خروف واحد، من 99 خروف واحد ضل، هذا الواحد كثير مهم، له قيمة كبيرة. مش لأنه خروف، طبعا سيد المسيح بيقول الإنسان أفضل من الخروف، كم هو أفضل من الخروف. محل تاني بيقول السيد المسيح: أليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهم لا يسقط على الأرض من دون أبيكم، لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. بالنسبة للسيد المسيح الإنسان أفضل من العصافير وأفضل من الخراف، أكيد هذا أمر لابد منه، ولكن قصد السيد المسيح أنه ما يهمه هو كل إنسان بمفرده، كل إنسان بمفرده. لما يقول أنا هو الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، تسمع صوتي، يعرف كل خروف، مثل ما بيقول بإنجيل يوحنا الفصل العاشر، كل واحد منها باسمه، يدعوها باسمها، كل واحد باسمه، ويخرجها فتتبعه ويسير قدامها. إذا حدا بيشوف الرعيان يلي بيرعوا بالمراعي بيعرف إنه الراعي حتى لو عنده قطيع 100 ولا 200 راس، بيعرف كل خروف وكل نعجة
بالتحديد. وإذا عشية هن داخلين إلى الحظيرة وحدة منهم ما كانت موجودة بيقدر يميزها من 200 أو 300 وحدة، بيعرف إنه هيدي ضاعت. عنده هذه القدرة على معرفة كل واحد باسمه، هيك الرعيان الصالحين. أما الرعيان المش منتبهين مثل ما بقول عنهم حسقيال، ينتبهون إلى أنفسهم، يرعون أنفسهم، يأكلون الألبان، يلبسون الصوف، يذبحون السمين ويرعون أنفسهم. بيوبخهم حسقيال النبي لهؤلاء الرعاة وبيقول لهم، طبعا توبيخ من الرب، الضعاف لم تقووها، والمريضة لم تداووها، والمكسورة لم تجبروها. على الخراف عم يحكي، ما اهتميتوا بولا واحدة من هول، والشاردة لم تردوها، والضالة لم تبحثوا عنها. فإذا بيعرفهم واحدة واحدة، فالراعي بيكون عنده هذه العاطفة والمحبة لكل واحدة من نعاجه، وبالأخص الضعيفة، وبالأخص الشاردة الضالة، مثل ما السيد المسيح بحث عن الشارد والضال. الفرق إخوتي بين تفكير السيد المسيح وتفكير اليهود في ذلك الوقت، إنه اليهود ما بهمهم الواحد من أجل الكل، المهم الكل. بيقول لهم خير أن يموت رجل ولا تهلك الأمة، خلص منضحي بالواحد، مهم ضل الأمة ماشية، مهم ضل النظام ماشي، مهم المشروع، القضية، الواحد ولا اثنين هول بيروحوا فراطة بالطريق ما بهمنا. السيد المسيح مش بهذا التفكير، الواحد له أهمية، له قيمة بذاته، لا يضحى به من أجل المجموعة، لا يضحي بالواحد من أجل المجموعة. بتشوفوا كيف السيد المسيح بكل حياته، بكل الشفاءات التي صنعها، كان على عكس موقف اليهود. يعني يهتم بكل الشفاءات من شوفه بالسيد المسيح بالأناجيل، بيشفي شخص واحد، يشفي أبرص نبذه المجتمع، يشفي بنت الكنعانية، الجموع بدها تبعدها للكنعانية، هو بيوقف بردها. زكى العشار ما كان يسترجي ينزل عن الجميزة لأنه العالم تكرهه، سيد المسيح يطلبه. الأعمى كمان طوشنا، خلي يسكت، ارحمني يا ابن داود، ويصرخ زيد والجموع بتجرب تسكته. سيد المسيح يهتم فيه لأنه مميز فردي واحد واحد. بينما بتشوفه لما نحكي عن المعجزات يلي فيها، خلينا نقول معجزة لكثير من الناس، مثلا 5000 أو 4000، هل قرينا بالإنجيل إنه والله صبحوا الله ولا عملوا شي حركة مميزة الأربعة أو 5000؟ شو كانت النتيجة مع المعجزة التي أجريت للكثيرين؟ قالوا طعميتنا مرة واحدة، موسى طعمانا 40 سنة، طعم الشعب 40 سنة بالبرية، طعمينا بعد. وين التسبيح؟ وين شكر الله على المعجزة؟ ما في. لما شفى 10 برص كمان مجموعة، واحد رجع. فإذا ليست الأمور إنه بالكثرة وأهمية الشخص الواحد. وهذا تدبير العهد الجديد الذي يختلف كليا عن العهد القديم. مثلا إذا ما ناخد موضوع الأبوة، بالعهد القديم نعم شعب إسرائيل بيعتبر إنه الله هو أبوه، قول هو أبونا، كان عندهم الله هو أبونا، ولكن كان الله بنظرهم أب لكل الشعب. بينما السيد المسيح عندما جاء علمنا أن الله هو أب لنا جميعا، نعم، ولكن هو أب أيضا لكل واحد منا، كل واحد منا يمكنه أن يدعو الله أباه، وكل واحد منا بالمعمودية يأخذ روح التبني الذي فيه ندعو الله أبا أيها الآب. يعني حتى برسائل مربولوس حافظ على الكلمة اللي كان يستخدمها السيد المسيح، اللي هي كلمة أرامية أبا، يعني يا بابا، كلمة فيها كثير من الدالة. الإنسان الذي يكلم الله بقرب بدالة بيقول له أبا أيها الآب، لأنه مميز وفريد. وهيك أيضا نحن بخدمتنا، كلام موجه لإخوتي الإكليريكيين، عندما نكون في خدمة يجب أن نعرف رعيتنا المعرفة الحقيقية، والرعية تعرفنا ونعرف كل واحد باسمه. إذا أتينا إلى كنيسة، إلى رعية، يكون عندنا هذه العناية أن نهتم بكل واحد بمفرده، كل واحد مميز، نعرف أنه كل إنسان له ميزته، له تمييزه.
يمكن ما يكون عندنا الوقت نقضي نعطي الوقت الكامل لكل واحد بالرعية، ولكن أن نعرف كل واحد، نعرف الطلاب الكليريكيين كل واحد باسمه، باسم ولا هادي ولا وسام ولا فادي ولا يوسف، نشأة فريدون، إيليا، عصام، الجميع كل واحد باسمه، لأنه كل واحد له ميزة وهو مميز بذاته. هيك السيد المسيح يعلمنا إخوتي اليوم أن الإنسان له هذه القيمة، ومن أجل ذلك جاء من أجل كل إنسان منا، ومات من أجل كل فرد منا على الصليب، ولذلك له يليق كل مجد الآن وإلى الأبد. آمين.